وخلاف في الأهلي بسبب صلاح محسن، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أبدت اعتراضها على رغبة فايلر في رحيل لاعب الفريق صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد المصدر أن اللجنة ترى أن صلاح محسن لاعب مهم ومفيد للفريق، وأن رحيله عن القلعة الحمراء سيمثل خسارة فنية، خاصة وأن الفريق قد يحتاج له الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ضغط المباريات وكثرة الإصابات قد تجعل الجهاز الفني يستعين باللاعب، بالإضافة إلى أنه مقيد في القائمة الأفريقية. بديل الزمالك حل الانسحاب من السوبر الأفريقي. تنص لائحة الكاف أنه في حالة انسحاب الزمالك من مباراة السوبر فإنه سيتعرض لعقوبات مغلظة تتمثل في الاستبعاد من البطولات الأفريقية لمدة 3 مواسم ولم يحق له المشاركة فيها، بجانب توقيع أقصى عقوبة مالية من جانب الكاف والمقدرة بحوالي 300 ألف دولار، أي ما يعادل 4.5 مليون جنيه مصري. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استقر على توجيه الدعوة إلى نادي نهضة بركان المغربي وصيف الكونفدرالية للاستعداد لمواجهة الترجي حال انسحاب الزمالك، وسيدخل الفريق المغربي المباراة ممثلا لبطولة الكونفدرالية وباعتباره وصيفا للزمالك. كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك برد الاعتبار أمام بازمبي. شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وأكد كارتيرون للاعب الزمالك على أهمية تحقيق الانتصار في تلك المواجهة وحسم التأهل وعدم الانتظار للجولة الأخيرة ورد الاعتبار بعد الخسارة في الجولة الأولى بالكونغو. الزمالك يحسم مصير عمرو السعيد. رفض مسؤولون نادي الزمالك بشكل نهائي رحيل عمرو السعيد مهاجم الفريق بعد العروض التي تلقاها في الفترة الماضية للرحيل في يناير الجاري، وجاءت أبرز العروض للاعب من الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة وإنبي، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي الزمالك. والزمالك يخاطب اتحاد الكرة لحفظ حقوقه في النقاز. تم إرسال خطابا رسميا من جانب إدارة النادي الأبيض لقيد كاسونجو كابونجو على سبيل الاستبدال بدلا من التونسي حمد النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، ويأتي ذلك الأمر من أجل حفظ حقوق النادي الأبيض في اللاعب التونسي بعد انقطاعه عن التدريبات وتقديمه شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ التعاقد مع قلعة ميت عقبة. وجاء الخطاب الذي سلمه إلى اتحاد الكرة يتضمن طلبا من النادي الأبيض بعدم إرسال بطاقة النقاز لأي نادي إلا بالحصول على خطاب من الزمالك بشأن هذا الأمر. وأشار مسؤولو الأبيض إلى أنه جرى سداد كافة مستحقات النقاز حتى شهر إبريل المقبل، وأنه لا يحق لأحد الحصول على بطاقة اللاعب التونسي سوى بعد الحصول على مخلصة من النادي الأبيض أو من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. عاجل، الاتحاد السكندري يضغط على الأهلي للتعاقد مع نجمه. جدد مسؤولي نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي مفاوضاته مع النادي الأهلي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وتلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مكالمة من رئيس زعيم الصقر لمعرفة آخر تطورات الحصول على خدمات عمار حمدي بالموسم الجاري واستعارته حتى نهاية الموسم. وأكد محمود الخطيب خلال مكالمته مع مصلحي أن القرار ليس بيده، وإنما هو أمر يخص الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر المدير الفني وإدارة الكرة. تفاصيل عرض الإسماعيلي الأخير على حسين السيد. يوصل مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اتصالاتهم مع النادي الأهلي للحصول على خدمات حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ورفع مسؤولو الإسماعيلي عرضهم المالي على حسين السيد من 800 ألف جنيه إلى 1 مليون جنيه نظير ارتداء قميص الدراويش لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. والهلال السوداني يكشف حقيقة إطلاق النار على ملعب الجوهرة الزرقاء. كشف عبد الرحمن الماحي مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال السوداني حقيقة الأنباء التي أفادت أمس سماع إطلاق نار من أحد الأشخاص داخل ملعب الجوهرة الزرقاء معقل النادي السوداني. وقال الماحي في تصريحات خاصة: إطلاق النار كان في شارع مجاور للملعب وتم القبض على الشخص الذي قام بهذا الفعل. وأضاف:
مباراة الأهلي ستقام في موعدها يوم 1 فبراير المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، وكلما تردد بشأن احتمالية نقل المباراة ليس صحيح على الإطلاق. فايلر يطالب طبيب الأهلي بتجهيز رمضان صبحي لمباراة النجم الساحلي. طلب السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي ضرورة تجهيز رمضان صبحي لاعب الفريق تمهيدا لمشاركته أمام النجم الساحلي المقرر لها 26 يناير الجاري في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. طبيب الفريق أكد أن اللاعب يحتاج إلى 10 أيام للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، وتم وضع برنامج خاص سوف يتم تجهيز اللاعب خلال الساعات الماضية، ومسألة لاحقة للمباراة تعود لاستجابة اللاعب للتأهيل وخوض اللقاء. وكيل أعمال الجامبي جالو يصف عرض الأهلي بالمذهل. كشف الإيطالي لويجي سوبرتي وكيل أعمال الجامبي لامين جالو لاعب فريق سالنيتي الإيطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية عن حدوث مفاوضات من جانب إدارة الأهلي من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال سورتيتي في تصريحات لإذاعة لاسيتا دي سيلي ونقلها موقع الإيطالي أن إدارة القلعة الحمراء وضعت 5 ملايين دولار على طاولة سيرليني من أجل التعاقد مع جالو، وتابع هذا العرض مذهل كل شيء بات في متناول يد سيليني. وواصل وكيل أعمال للاعب الجنبي حديثه يحظى جالو بتقدير كبير في أفريقيا وهو مواطن جنبي، ومن الطبيعي أن يهتم نادي مثل الأهلي يوفنتوس مصر على حد وصفه بضم اللاعب. وأكد الموقع الإيطالي أن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو أعرب عن رغبته في استقطاب اللاعب لصفوفه خلال الموسم، مشيرا إلى أنه في مواجهة مثل هذا المبلغ الذي عرضه الأهلي يبدو أن كل شيء يميل نحو بيع جالو إلى الفريق المصري. الأهلي يشترط تمديد عقد صلاح محسن للموافقة على إعارته. يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محسن صالح لاعب مع صلاح محسن لاعب الفريق أول عقب لقاء المقاولون من أجل تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين قبل إنهاء إجراءات إعارة سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور خلال الانتقالات الشتوية الجارية. وكشف مصدر مسؤول عن أن اللاعب سوف ينتظم في تدريبات الفريق السكندري خلال الساعات المقبلة بناء على اتفاق تم بين محمود الخطيب رئيس الأهلي والمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. وأضاف المصدر أن تمديد عقد صلاح محسن أهم شرط للموافقة على إتمام الإعارة من أجل الحفاظ على حقوق النادي وضمان الحصول على أي مقابل مستقبلا حال بيعه. وقرر ريني فايلر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا، ويستأنف الأهلي التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمباراة النجم الساحلي. ريني فايلر طلب من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلي لدراسته بعد مباراة المقاولون من أجل تحديد نقاط القوة والضعف بالفريق التونسي. جيرالدو يوافق على الخروج من الأهلي على سبيل الإعارة لحل أزمة أزارو. أبدى الإنجولي جيرالدو جناح الأهلي الموافقة على الخروج من النادي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لنهاية الموسم لحل أزمة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي يرفض الرحيل على سبيل الإعارة، واشترط البيع النهائي بعد الاستقرار على قيد السنغالي اليوباجي مهاجم الفريق الجديد. الخطيب ولجنة التخطيط تحسم موقف أزارو من الأهلي ويفسد مخطط الزمالك. موضوع أزارو باختصار بسيط، أزارو الزمالك بدأ الكلام معاه، بس ده مش معناه انه هيروح الزمالك. الاهلي عرف اكيد وبيحاول بكل الطرق انه يطلع أزارو اعارة او يبقى بيع بمبلغ كبير. النقطة الفاصلة هي ان أزارو رافض، فهيبقى قدام الاهلي حل من الاثنين، يا أزارو يفسخ التعاقد او ان جيرالدو اعارة ويتكلفه براتبه لحين حل المشكلة في بداية الموسم. في انباء شبه مؤكدة أن أزارو خلص كل حاجاته مع الزمالك، وأن الزمالك لسه بيفكر يا هيطلعه إعارة مع قيد كاسونجو بشكل طبيعي وأزارو يعود أول السنة، أو أن كاسونجو هو اللي يطلع إعارة وأزارو هيكمل مع الزمالك في الدوري والكاس والسوبر ولكن مش هيلعب أفريقيا. كل دي سيناريوهات مطروحة ومفيش حاجة مؤكدة حتى الآن، والكرة في ملعب الأهلي وأزارو حاليا. الوداد المغربي يطلب استعارة صالح جمعة لمدة موسم مع حقية الشراء.
فايلر يطالب اللاعبين بالتركيز في محاضرة الفيديو التي ألقاها داخل فندق الإقامة قبل مباراة المقاولون. برنامج تأهيل بدني وفني للسنغالي باجي لمدة 5 أيام يخوضها اللاعب مع توماس بنكي لمخطط الأحمال قبل انخراطه في المباريات. الفريق راح من التدريبات غدا الاثنين، جلسة خاصة تجمع عبد الحفيظ وصالح جمعة في غضون 24 ساعة تمهيدا للوقوف على عروض رحيل اللاعب. تقارير مصورة للنجم الساحلي التونسي طلبها فايلر لدراستها قبل مواجهة الأحد المقبل. موقف إنبي من ضم حسين السيد وصالح جمعة، المدير الفني لإنبي تراجع عن فكرة ضم حسين السيد في يناير الجالي، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة فتح باب الاستبدال فضلا عن إجادة الظهير الأيمن كريم فؤاد اللعب في الجانب الأيسر. كما رفض مدرب إنبي التعاقد مع صالح جمعة في الفترة الجارية لوجود أكثر من لاعب مميز في مركزه على رأسهم عمر سافيولا واللاعب الشاب محمد عرابي وأحمد شكري. أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الزمالك أن فريقه يتعرض لحرب، وصفها بأنها ممنهجة عبر وسائل الإعلام ومنها مواقع التواصل الاجتماعي. ناديه يعاني من حالة استقرار حالية، لافتة إلى أنه لو قام بمثل ما فعل برشلونة الذي أعلن إقالة إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مديرا فنيا لحدثت مجازر على حد وصفه. وقال أحمد مرتضى برشلونة قام بإقالة مدربه وتعاقد مع مدرب جديد في منتصف